حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الإعلام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج وسم. أنا كرام حباب فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم معنا لحد يروح بعيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والأحداث والمواضيع والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. أكيد أكو أحداث وترندات تكون يعني غريبة بعض الشيء، تكون ذات معاني مختلفة، بل وهي دخيلة أيضا على مجتمعنا العراقي العربي الإسلامي المحافظ. هناك الكثير من الأمور التي قد تحصل ونسجل الغرابة بها. من هذه المواضيع الترند الأول اليوم اللي عندنا بعالم السوشيال ميديا والهواتف والتكنولوجيا الحديثة، أصبحت هناك عدة أمور تطرأ على الساحة. أصبحت هناك جرائم جديدة، أفكار جديدة، سرقات جديدة، شبكات تجسس جديدة، كل شيء أصبح جديد مع التكنولوجيا الجديدة والهاتف النقال والسوشال ميديا. في الزمن السابق كان التواصل ما بين الناس عبر الهاتف فقط صوت، يعني إذا بديها من البداية كانت رسائل ورقية وتندز بطير حمام بزاجل بشي زين، بعدين صار تليفون صوت فقط زين، بعدها بدأ إنه يصير عندنا التواصل من خلال الاس ام اس مسجات، وهاي تاخذ رصيد. بعدين جتك السوشيال ميديا اللي ماكو تطبيق بالسوشيال ميديا ما يحتوي على مسجات رسائل. اللي امامكم ظهرات على الشاشه ثلاث فتيات بيناتهم وحده قاصر، يعني بعدها عمرها هذني، عن طريق تطبيق الانستغرام استدرجهن شاب وشردن من اهلهن. هسه احنا ما نعرف شنو الحجه اللي استدعاهم بيها، بس هاي سابقة خطيرة. احنا من نطلع هيك مواضيع حتى نوعيك انت اللي خلف الشاشة، انت اللي قاعد تباوع، سواء كنت متزوج وعندك بنات او خواتك او ما اعرف منو، انت لازم تعرف اكو امور صارت جديدة، لازم تراقب. ترى بينهم قاصر، يعني عقلها ما ناضج ما كامل، يعني ممكن تخطأ، واجبك انت تعلمها. فمن نطلع هيك مواضيع، اول شيء هو ترند يعني بالسوشيال ميديا، يعني ما يحتاج واحد يقول لا، هو ترند بالسوشيال ميديا، شاء من شاء وابى من ابى. بس من نطلع هيك موضوع نسولف بيه لازم احنا نوعي الناس، لازم الناس تاخذ الحيطه والحذر، توعي أطفالها بناتها الفتيات الشباب اللي ما أعرف منه. يقول بينهم قاصر، شرطة الكرخ تعثر على ثلاث فتيات هاربات من ذويهن بشقة متهم استدرجهن عبر تطبيق انستغرام. تطبيق انستغرام تطبيق الصور الشهير، بالبداية بدأ بصور، بعدين صار فيديوهات وصور، بعدين صار بي لايف، بعدين صار بي ستوريات وما أعرف منه، صار تطبيق انستغرام. مشكلة، هي المشكلة انه الحجة، اريد اعرف الحجة شنو، الحجة اللي استدرجهن بها شنو، هل هو مهددهن، هل هو لازم عليهن، لازم نعرف حتى واحد يعرف شو يسوي، يعرف شو يقول، شنو الحجة؟ هل نفتهم؟ هي هنا المشكلة. لذلك على الأهل إنه تكون أكو مراقبة لصيقة للأطفال أو الفتيات أو حتى الشباب،
في سن المراهقة فما دون، هذه الأعمار لازم تكون عليها مراقبة كبيرة جدا. أنت ايش مدريك هذا من يروح يطلع يقول لك أنا رايح أشتري، أو أنا رايح أشتري، أنت ايش مدريك هذا وين بعد من راح يشتري وين راح يروح؟ مدريك. هسه البعض راح يقول شلون أنا أشد لبرج لا عم ما تشد لبرج مراقبة، بس أنت تطي وتغرس به تربية حسنة من الصغر، من تشوفه زل أجي أحاسبه، هذا هو الواقع. إيمو هذا هو اللي تعلمناه من أهلنا، وأهلنا تعلموا من أهلهم، وهكذا هي هاي سنة الحياة، ما جايبين شيء من جيبنا يا أخوان، ما جايبين شيء من جيبنا حتى واحد يحكي ويقولوا. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس بينهم. قاصر، شرطة الكرخ تأثر على 3 فتيات هاربات من ذويهن بشقة متهم، استدرجهن عبر انستغرام. هي نال مشكلة يعني، والله ما أعرف نب على انستغرام واحد يش يحكي يش يقول، مشكلة يعني، هي مشكلة كبيرة يعني بالانستغرام. والله ما الموضوع مضحك مبكي ما يعني بالانستغرام. زين انت ايش عرفتن على هذا الشاب؟ ايش عرفتن يعني؟ وليش؟ شنو الشيء اللي ممكن يخليك تعوف انا هلشن؟ اكيد طبعا انها متفرقات يعني، اكيد يعني تعوف انا هلشن وترح ما اعرف فتيات ما اعرف بعمار صغيرة مشكلة، والله مشكلة يا اخوان، والله العظيم مشكلة، واحد ما يعرف شي يحكي ما اعرف. تعليقات الناس، اوراس يقول الاب يرجع نص الليل ملتهي وكلهم، والام يومية ببيت فلانة خبز بلا تربية، وهاي النتيجة، ومن يتخذون إجراءات بحقهن يقولون ما يصير تتصرف وتعاملهم بهيش طريقة. تعليق راس هو حتما جزء من الواقع، جزء من الواقع، انه ممكن الأب يكون في العمل او يخرج كثيرا، والأم إذا مو بالتليفون تعدى على جارتها، تعدى على أختها، تعدى على أهلها، وهكذا. والله تعليق يعني. محمد يقول التطور الانفتاح هاي نتائجها، عاش العراق. شوف محمد، هو لا ضير بالتطور ولا ضير بالانفتاح، ولكن الإيجابي وليس السلبي. ما هواي عالم طورت صار انفتاح بس بالإيجاب، جينا وثمارة. نعم، نفس الوقت أكو ناس ما تعرف، أكو ناس ما عندها عقل، أكو ناس قليلة الحيلة، يستدرجن شاب، تحك عليه واحد، تحك عليه وحدة، طبيعي جدا الموضوع. بس بنفس الوقت المو طبيعي هو الأهل، أين رقابة الأهل؟ أين الأسرة من هذا الموضوع؟ سيف يقول والله عمي هذا ذيب، شو أنا أريد أتعرف لي على بنية بالتواصل ماكو، دي الله بالله. شوف العينتين، يريد يتعرف لي على بنية بالتواصل، يلا بالله أسا شو سوي؟ وينك؟ شو اسمك؟ سيف، خالم سيف، ليش ما تزوجين سيف تخلصين منه؟ أبو سيف عمو ما تزوج سيف، سيف يريد لمرة، يريد يتزوج عمي الولد. نوب يمدح فيه يقول ذيب، والله مشكلة. أحمد يقول الأخلاق والغيرة والتربية الصالحة بوقتنا هذا شبه ماتت، يعني ميتة سريريا، إلا ما رحم ربي. للأسف الشديد
لذلك نشوف كثر الفساد الأخلاقي بالمجتمع وصار الفساد طبيعي. الأخلاق والغيرة والتربية الصالحة شبه ماتت، يعني ميتة سريريا. تعليق عميق للأسف. وأيضا يقول الفساد الأخلاقي صار طبيعي أو أشبه بالطبيعي، إلا ما رحم ربي. لقد نكأت الجرح. طبعا هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع الفتيات الهاربات اللي استدرجهن شاب عبر تطبيق الانستغرام. بصراحة موضوع مثل ما ذكرت موضوع غريب من نوعه، موضوع لابد من التحقيق به، لابد من معرفة هذا الشاب وشنو النوايا اللي يمتلكها. وأيضا ندعو الأهالي أنه لازم تكون أكو مراقبة على أطفالكم وبناتكم. زين، هو مو عدم ثقة، وإنما هذه الأعمار هي ممكن أنه تخطأ، فأنت لازم تحصن هذه الأعمار، ممكن تخطأ. زين، أنت ممكن تسأل على أصدقاء ابنك بالمدرسة، صديقات بنتك بالمدرسة، ويا من يطلع ويا من يجي. هذا هو المهم أخوان، هذا هو المهم، البداية من الأسرة. زين، حتى بعدين ما يوقع الفاس بالرأس، بعدين ما تصير لك مشكلة. لازم إحنا التربية اللي نغرسها بالأطفال تكون تربية صالحة يا أخوان، حتى ما نتندم بعدين. هذا رجاء أخوي، إنه كل هذه المواضيع لازم تأخذ بنظر الاعتبار. يومية شو إحنا يومية شايفين ترند، يومية شايفين حالة، فإحنا لازم إنه نوعي الناس، ولازم أيضا الناس تتوعى وتتحذر من هذا الموضوع. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونستكمل فقرات برنامجنا. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام، ونستكمل فقرات برنامجنا وفقرة فيس تو فيس ومواضيعنا اللي دائما ما تاخذ الصدى العالي والترند الكبير بالسوشيال ميديا. موضوعنا الثاني لا يختلف كثيرا عن الموضوع الأول، بل هو أيضا سوف نتحدث بنفس الكلام ونفس التوجيهات التي تخص هذا الموضوع. غريب بصراحة، في الصورة التي ظهر أمامكم امرأة بعمر 19 عاما فقط، 19 سنة بس، هاي البيت عمرها 19 سنة. هاي سوت اعتقال امرأة اللي هي هاي 19 عام في بغداد بعد إقدامها على نحر والدة زوجها بسبب خلافات عائلية. يا يابا يا أبوي، هي الكارثة المثل لزق، يعني ما تصير لها حل أبد. جيبها منها توديها منها تراوغك الكارثة هاي، تراوغك تقول ميسي مو كارثة، تراوغك ما يعني شو تسوي؟ عمرها 19 سنة تذبح والدة زوجها، تذبح عمتها. عمي وين وصلنا؟ وين رايحين؟ المستقبل شنو؟ طريقنا شبي ما بي؟ غير واحد يفتهم. التربية وين؟ الأخلاق وين؟ الصبر وين؟ عمرك 19 سنة، قلت لي عمتك نوب تذبحيها. والله ما أعرف، ما أدري، يعني كارثة. ترى الموضوع مو هين إخوان، موضوع مو هين، الموضوع مو بسيط. شنو، مين جتش الفكرة؟ شلون نفذتي؟ على أي أساس؟ والله ما أعرف. خلينا نشوف الموضوع التفاصيل وأيضا ردود أفعال المواطنين. قال قبض على أمرأة بعمر 19
سنة في بغداد بعد إقدامها على نحر والدة زوجها بسبب خلافات عائلية. ما شاء الله ما شاء الله. ناي تقول 19 سنة خذها صغيرة وربيها على يدك. إيه خوش مربيها على يدك. مربيها على والله بس هو شو علي هسه؟ هسه يطلع مسكين عسى تطلع أقوى منه. مي ممكن ممكن بهاي الحياة ممكن المرأة تطلع أقوى من الرجل عادي طبيعي تصير تأخذ علي تصير مشكلة يعني. مشكلة والمشكلة ما لها حل. تريد لها حل؟ ماكو مشكلة ما لها أي حل من الأخير. عدنان يقول الله يستر المجتمع في انحدار. عمي مو بانحدار، واقعين بنقرا احنا. احنا مو بانحدار. احنا وجوهنا متصخمة. على هذا الحكي غير. شاب يستدرج 3 فتيات بالانستغرام. زوجة عمرها 19 سنة تقتل ام زوجها، تذبحها ذبح. لا هاي احنا متطورين. نحن قادمون. قادمون يا مكسيك. منو يا بلد عنده اكثر جريمة؟ مكسيك، الولايات المتحدة. قادمون يا شيكاغو. قيصر الصياد يقول دخيلك ربي استر يا ربي علينا وارحمنا برحمتك الواسعة. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا متأكد من كتاب التعليق صفق بيده. لا حول ولا قوة. ليش يعني صدق يعني ليش هاي الفقرة شوية خارج الموضوع؟ ليش اللي يقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي يصفق بي؟ لا حول ولا يعني ليش لازم يصفق بيده يعني؟ الجملة الواحدة عادي تفي بالغرض. ليش الا وياها صفقة؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مشكلة هاي. موسى يقول قام يتفننا بالجريمة. والله اخويا موسى احكي لك الصراحة، هاي يمكن عنده اشتراك بنتفليكس. والله العظيم هاي يمكن عنده اشتراك بنتفليكس اكيد. نتفليكس، اول تي في بلاس، هاي المنصات مال افلام. ماكو افلام الجريمة والاثارة والرعب؟ لا والله عنده اشتراك بنتفليكس اكيد. ايش ما ادري هي منين جت على باله تاخذ سكينه وتذبحها اكيد شايفتها بفيلم، شايفتها بمسلسل، شايفتها بشيء. والله مشكله. نبراس محمد تقول بهذا العمر وهيك عند الجراه يا حافظ يا ربي. اي والله اي والله بهذا العمر وهيك عنده جراه. العمر شعلي يا اخوي نبراس، العمر شعلي. ترى العمر ما له علاقة بالموضوع. يعني هسه لو عمرها 45 سنة وذبحتها عادي يعني طبيعي. العمر ما له علاقة. بويا التربية لها علاقة، الأخلاق لها علاقة، المبادئ اللي تتعلمها من الصغر لها علاقة. العمر ما له علاقة يا يعني نبراس يا أخوي. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوعنا الثاني اللي هو الكارثة. يعني هو موضوع كارثة يعني بحد ذاته يعني ما شاء الله. موضوعنا الثالث مشاهدين الكرام هو الترند دائم أيضا، وهذا الترند لابد أنه إحنا نقف عنده بكل مرة لأنه يمس السيادة العراقية، لأنه أرض العراق كانت وما زالت وسوف تستمر هي أرض الأنبياء والأئمة المرسلين. هذه الأرض يجب أن لا تدنس من قبل العصابات الإرهابية أو حتى قوات الاحتلال. وكنا شاهدنا من تصير حرب الكل يطلع يحارب، حشد شعبي، قوات امنيه، كل الصنوف. موضوع قوات الاحتلال الامريكي
ووجودها بالعراق تحت ذريعة تقديم المشورة، تقديم 30,000 يقدموا لي مشورة بس بالسفارة هنا، 30,000 30,000 يقدموا لي مشورة. شو هالسانة على هذا الحكي؟ اوه هالسانة عبر بريطانيا عبر روسيا هالسانة على هذا الحكي، 30,000 يقدموا لي مشورة، شو اسوي بهم بال 30,000؟ لا اريدكم ولا اريد مشورتكم، عودتوا له غيركم اللي دمرتوا الفلسطينيين وتعطون سلاح لاسرائيل وللصهاينة. هي مال ضحك على الذقون، تكون علينا مثلا شفتونا شعر اصفر. المهم نزل بيان بهذا الخصوص، وهذا البيان كان مهم جدا ويجب انه نطلع عليه عبر الصفحة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي. كان هنالك بيان، هذا البيان يقول: بيان عقدت اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي اجتماعاتها في بغداد مع نظيراتها من التحالف الدولي لمناقشة المواضيع المعدة على جداول أعمالها لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية. ورفعت اللجان محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول والأعضاء. كما أكدت اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها. اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. اللي يهمني بالبيان إكمال متطلبات خطة إنهاء مهمة التحالف. جاءكم من وراء الجبل، شنو خطة إنهاء مهمة؟ وليش الراد له خطة؟ أخي اطلع اطلع، ما أريدك اطلع، فضت راحت. لا تقول لي علاقات دبلوماسية ولا تقول لي ما تقول، بس على الجرائم الأخيرة اللي سواها هاي كفيلة بخروجه. أقطع العلاقات الدبلوماسية وأقول له الله وياك. من يقتل الأبطال والناس اللي تدافع عن الأرض ويتم أطفالهم؟ مر الموضوع مرور الكرام، بس بيان استنكار، بس ماكو غير شيء، بيان استنكار وهذا هو، خلص من الموضوع، بيان استنكار. شنو مهمة وشنو خطة؟ خطة الإخراج عمي الله بالخير عليكم، لا نريدكم ولا تريدون، فضت راحت. طبيعي الموضوع، طبيعي، ما راح نموت من الجوع، لا بيناتنا وبين أمريكا صادرات وواردات، لا بيناتنا أواصر اجتماعية، لا ولد عمنا ولا ولد عمهم، لا حضارتنا مثل حال صار لهم 200 سنة من صاروا، وإحنا صارنا 7,000 سنة من صرنا. إحنا أمريكا شنو؟ إحنا أمريكا شنو؟ غير نفتهم؟ ما أعرف، والله ما أعرف. يعني ترى الموضوع طبيعي إذا تقول له ما أريدك، طبيعي جدا، ما أريدك، الله محمد وعلي. أيضا بالبيان يقول: والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء. يعني شو أريد أنا بالعلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء، دول التحالف الدولي؟ شفادوني هم؟ ممكن سؤال، شفادوني التحالف الدولي؟ بيش فادني؟ ها التحالف الدولي بيش فادني؟ شو تدافع عني؟ شو الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش، يا اللي دافع عني هم الأمريكان لو التحالف الدولي؟ شو أبطالنا اللي استشهدوا وهم يدافعون عن الأرض؟ ليش المجاملة هاي للغريب؟ ليش أجاملهم؟ ليش المجاملة هاي؟ خوفنا ومجاملة هذا؟ شو اسمه؟
عمي عيب والله العظيم عيب. بلد بحجم وكبر العراق حضارة 7000 سنة، أنا جامل تحالف دولي، تحالف الدولي لو ذن المنظمات الكلك خلي يروحون يوقفون فلسطين. هسه جايب لكم أنا بالملف غزة بس استنكار، بس يحجون كل شيء ماكو لا فعل ولا عمل، بس تصريحات نقص غذاء ونقص مدري شنو ونقص هذا. أنا شنو من دولة؟ دم الأبرياء، دم الأبطال اللي ما صار له شهر وأسبوعين وثلاث أسابيع وشهرين يوميا يقتلون واحد، هذا برقبة من؟ على العموم هذا كان آخر موضوع بالشأن المحلي في فقرة فيس تو فيس، وأكيد مواضيع المحلية دائما ما تضوج الواحد وتقهر، وفوقها ملف غزة والضيم اللي بملف غزة. يعني مشاهدين الكرام نتواصل وياكم، والآن نفتتح ملف غزة وما في هذا الملف من أخبار وتفاصيل وأمور تعاني منها غزة، تعاني منها فلسطين، يعاني منها الشعب الفلسطيني والأطفال والنساء وكل ما موجود في غزة ورفح والمناطق الفلسطينية. وأكيد نبدأ الموضوع بالحصيلة اليومية اللي تتكرر، اللي مجرد رقم يزداد كل يوم، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الصهيونية، 30,000 شهيد و 35 شخص و 70,457، 30,035 شهيد و 70,457 مصاب، يزداد يوم عن يوم. الحلقة اللي مضت كان الرقم 28,000، هسه 30,000، 2,000 خلال 3 أيام، مجرد رقم يزداد، مجرد عدد، مجرد انه خلاص هذا هو رقم طبيعي جدا وراح، مجرد رقم لا اكثر ولا اقل، هكذا هم اصبحوا في فلسطين. ارتفاع حصيلة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، اجمالي عدد الأسرى 9,000 معتقل، بينهم 200 طفل، وبينهم 3,484 معتقلا إداريا، وبينهم 70 امرأة. من ضمن ال 9,000 ذولة 7,270 معتقل منذ 7 أكتوبر، و 111 معتقل بسجن عطسيون، اسمه اعتقد هو عطسيون، يعانون اوضاعا كارثية. هذه هي الاحصائية، احصائية المعتقلين، 30,000 شهيد، 70,000 مصاب، 9,000 معتقل، رقم يزداد يوم عن يوم، فقط رقم يزداد يوم عن يوم، ولاكو حسيب ولاكو رقيب ولاكو احد يباوع، كل شيء الموضوع صار موضوع طبيعي للأسف. أصبحت هكذا مواضيع تخرج بشكل طبيعي جدا، كأنه كل شيء ماكو. خمسمية وسبعين ألف شخص في غزة أشرفوا على المجاعة. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وين إنسانيتكم؟ وين إنسانيتكم؟ أغلب واحد يفتهم إنسانيتكم وين؟ مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسان، إنسانيتكم وين؟ مشكلة، بس يسوون إحصائيات
ويحذرون ويحجون. بس المتحدث باسم صحة غزة: عدد الشهداء جراء حرب التجويع في تزايد خصوصا بين الأطفال. إذا مو بالقصف فيستشهد من الجوع بسبب الكيان الصهيوني اللي ما يخلي الأكل يعبر، ولا الغذاء ولا الماء ولا الدواء ولا كل شيء، كل شيء ما يخلي من المعبر من رفح تحديدا. مشكلة والله، مشكلة. أطفال قامت تستشهد من الجوع في 2024 على بعد مسافة قليلة من هنا. أطفال تستشهد من الجوع، هذا هو العنوان، هذا هو العنوان الأبرز. وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال العدوان بغزة. يعني والله ما أدري شلون تحكي، يعني هسه يعني شلون هسه ممكن تقدر تعبر عن الموضوع، شلون تقدر يعني تسولف، يعني شو تقول؟ يعني ايش تحكي، ايش تقول؟ لا كلام. سبعة أطفال استشهدوا جراء الجوع والجفاف في قطاع غزة. هذا هو الجوع يضرب أطفال غزة. 95% من أسر غزة قلصت حصة البالغين من الطعام لصالح الأطفال. 1,000,000 طفل في غزة يعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد. من المصدر؟ المصدر منو؟ اليونيسيف. شطار يرحون، شوف هم يرحون ويدخلون ويباعون ويسوون إحصائية وينشروها، بس ما يدخلون ياهم أكل، ما يدخلون ياهم شرب، بس إلهم، ما يساعدون الأطفال هاي. يعني أنت طاب تسوي إحصائية وأنت أصلاً يونيسيف، أنت أصلاً تقدر تساعدهم، أنت أصلاً تقدر تساعدهم ترى. استغفر الله. بعد تقديمها تبرع 2,000,000.1 دولار لأونرا. ماليزيا ترسل وفد برلماني لتقديم المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح. هاي الدول الإسلامية الصدق، هاي وذول البرلمانيين الصدق هذول. بعد تقديمها تبرعا، أعيد الخبر وسمعوا زين، بعد تقديمها تبرعا بقيمة 2.1 مليون دولار للأونرا، ماليزيا ترسل وفد برلماني لتقديم المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح. الله بالخير، تحياتنا لكم. هذا التقرير مهم جدا وأريدكم تركزون وياي كلش. كيف تدعم أوروبا إسرائيل في عدوانها على غزة؟ هذا هو العنوان. بريطانيا رفضت بريطانيا طعنا قدمته منظمة حقوقية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل وتوفيرها ما يقارب 15% من مكونات طائرة F-35 المستخدمة حاليا في قصف غزة وتنفيذها 50 مهمة مراقبة
جوية فوقها 15%، توفير 15% من مكونات. هذه بريطانيا، جيد جدا، جيد. ألمانيا، ضاعفت ألمانيا حجم صادرات السلاح إلى إسرائيل العام الماضي بنحو 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، يعني العام الماضي 2023 يعني حرب غزة، بقيمة بلغت نحو 326 مليون يورو، وزادت على ذلك إرسال 10,000 قذيفة دبابة مطلع يناير الماضي، يناير شهر الواحد، فوق ما باعت لهم طنبطهم بلاش فوقها 10,000 قذيفة مال دبابة. ألمانيا، ركز. فرنسا، نفت باريس تقديمها السلاح لإسرائيل في عدوانها على غزة، لكن وزير دفاعها سبستيان ليكورنو صرح بأن بلاده تقدم لها، بلاده تقدم لها الدعم الاستخباراتي. ويذكر أن صادرات السلاح الفرنسي لإسرائيل بلغت 200 مليون يورو في السنوات العشر الماضية. فرنسا تقدم دعم استخباراتي عن طريق وزير دفاعها، هذا الهيلك هيتر دحت، والله باين المصطلحات، شوف شكله وجه هذا. طبعا المصدر وكالة الأناضول هيومن رايتس ووتش، اكيد يعني هاي. اسبانيا، وجهت انتقادات لاذعة الى الحكومة بسبب بيع شركة اسبانية ذخيرة لإسرائيل بقيمة 987 مليون يورو في نوفمبر الماضي، رغم تصريحات وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريز بأن بلاده علقت المبيعات منذ 7 أكتوبر. 7 أكتوبر يقول علقت المبيعات، هو وراها بشهر بنوفمبر بايع لهم أسلحة وذخيرة بقيمة 987 مليون يورو، يعني بحدود المليار. هاي اسبانيا، يعني جاي تركز، هاي اسبانيا ما شاء الله. ايطاليا، اعلنت وقف تصدير السلاح الى اسرائيل عشية 7 اكتوبر، حلو، لكنها كانت تمد الاحتلال ب 5.9% من الواردات العسكرية في العقد الماضي فقط، من ضمنها طائرات ومعدات بحرية. يعني هذا ما يحتاج للتشاور بعد. من الأخير، أخيرا الاتحاد الأوروبي، طبعا أخيرا بخصوص الدول الأوروبا، يقول محنة الشعب الفلسطيني تشكل مصدر قلق بالغ لنا. الله الله يا الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي اللي قبلها بشوية، قبلها بثواني كنت تشوفوهم شلون يبيعون يطون السلاح لإسرائيل، وهسه يصدر بيان يعني يقول نعبر عن قلقنا البالغ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. راح اشوفكم هسه المنظمات هاي العالميه ايش بدها تسوي في فلسطين. مثلا الاونرا يقول قوافل المساعدات لا تزال تتعرض لاطلاق النار، واسرائيل تمنع من الوصول اليها 44% من مدارس الوكاله في قطاع غزه اصيبت او تضررت بشكل مباشر. طبعا بس لوك وحكي. هيومن رايتس ووتش تقول اسرائيل لم تلتزم بأمر محكمة العدل الدولية المتعلق بتقديم المساعدات في غزة، وقد انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل القطاع في الأسابيع التي تلت قرار المحكمة بنسبة 30%. هاي مني هيومن رايتس ووتش، طبعا بس حكي. المتحدث باسم اليونيسيف يقول لم نتلقى ما يكفي من مساعدات وأعداد الشاحنات غير كافية.
والمساعدات التي تصل تتعرض لتفتيش دقيق وطويل، وبعضها يمنع من الدخول. إذا أبو اليونس يفيت يحكي أي مال دروب عمي، أي مال كلاوات علينا مو. طبعا هذا آخر ما لدينا في فقرة فيس تو فيس. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في فقرة ترند تيوب، وخلنا نشوف الفيديو الأول. قلت ليش ما حد يشكي؟ ليش اللي يسوي فيديو ويناشد ويصير قضية رأي عام ويتدخل بها الوزير؟ شو ما هذا فيديو موجود دليل على أنه هم يرى مو بيعته بطلق. زين القانون مو يقول وجرم أصلا، شنو يقول أصلا؟ جرم الدقة العشائرية بعد أربع أرهاب والسيارة طالعة والأشخاص معروفين وجو دقوا بيته يتبعون السيارة يصلوا لهم. زين ليش ما حد يروح يشكيه؟ ليش ما حد يروح يشكيه؟ يقول ما حد يشكيني. ليش؟ عشان مو دولة، مو قانون، مو شرطة، مو القلب يوجع. ما نقدر نحكي زيادة. اللي يناشد خلينا نشوف الفيديو اللي بعده يا مخرجنا. طبعا هذول حالهم من حالنا وبعد اسوء حالهم من حال اقل. احنا قبل شويه دق البيت، دق الستاره، دق هذا زين وراح. هذول حالهم بعد اسوء. هذا الفيديو بالولايات المتحده الامريكيه عمي. هاي البت اللي شفتوها بالبدايه اللي ظاهره امامكم عندها كلاشينكوف، هاي طبت الكنيسه رمت شكو واحد قدامها. شوف التطرف اللي واصل عندهم، يطبون الى كنيسه او جامع. هذا اللي واصلين للامريكان. طب بيتها شوفها شلونها، طبعا هي كتلوها وقعوها. طب بدا سلاح ترمي شكو واحد قبالها، وكانما جاي تلعب جي تي اي، جاي تلعب ببجي، لا قدامها ترميه. هذا التطرف اللي واصل عندهم وعند الامريكان. فاحنا من نشوف مصايبنا نقول عمي نعم الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى التقيكم في الحلقه القادمه، نقول لكم في امان الله.